اول سؤال، هل احنا بنعبد القديسين؟ حاشا حاشا. اكبر دليل على كده اقول له لحضرتك ان في الحوار اللي بيننا وبين الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الارثوذكسية القبطية تحفظت على لقب بيقولوا الكاثوليك عندهم في الممارسات الدينية بتاعتهم يقولوا عبيد مريم، ويتكلموا عن حاجة اسمها العبادة المريمية. المجمع المقدس ولجنة البحث العقيدي بتقول الكاثوليك كده، احنا مختلفين معاكم، لا نقبل لفظ عبادة مريم ولا عبيد مريم ولا العبادة المريمية. يبقى اللي بيقول ان احنا بنعبد القديسين، نحن لا نعبد الا الله نفسه. والست العذراء مريم عملت كده كمان، قالت تبتهج روحي بالله ايه؟ مخلصي. وبالتالي احنا ضد المبالغة الغربية الكاثوليكية في كلمة عبيد مريم او عبادة المريمية. اتفقنا؟ دي نمرة واحد. وافتكر في الثمانينات لما كنا في الإكليريكية كان قداسة البابا شنودة بيدينا محاضرة عن الفروق اللي بيننا وبين الكاثوليك، فقال من احد الفروق اللي بيننا وبين الكاثوليك هي المبالغة في اكرام الست العذراء التي وصلت الى حد العبادة.